بصي بقى روني، في فريق في المجتمع يقول لك العادات والتقاليد وما يصحش وما ينفعش وكلام الناس، الناس هتقول ايه. في فريق تاني ممكن يقول لك ايه، اعلمهم بالراحه ولما اجي اقفل عليها اديها مفتاحها، اعلمها واقول لها اعملي كذا وكذا وكذا ومش مهم الناس، طالما احنا مش بندور الناس مش بندور نفسنا. شفتي القصه دي ازاي؟ هي طبعا القصه دي بالنسبه لي يعني هي موجوده بشكل كبير من زمان بسبب المعتقدات والتقاليد اللي هي في احيانا حاجات فيها مغلوطه ويعني وشائعه قوي ومش مش اسلوب تربيه. لو اكسر البنت ضلع يطلع لها مش عارف 24 مش عارف ايه، يعني موضوع ان البنت والراجل بقى في انا وانا، لا في انا وانت، يعني الست خلاص بقى زي الراجل، مش اهلي وزمالك زي زمان خلاص يعني. فالمفروض يبقى في تواصل في الارياف، ان خلاص العالم كله بقى مفتوح على بعض والنت بقى في ايد كل الناس، علشان خاطر الاطفال بتتظلم والاهالي بتظلم نفسها برضو، ان دي هيبقى فيها عواقب لان هي تعمل لها كبت، هتجيبها عندها 14 سنه ولا ناقشها اقول لها انه لا اكراه في الدين وبس ربنا طلب مننا كده وده اختيارك واعمليه، لان انا ممكن اكون مبسوط، يعني ممكن اقول لها اكون مبسوط لو عملتي كذا. بالظبط، لازم نعمل برضو حساب لكلام الناس. لا الناس ما يعني ايه، لا واحنا عايشين في مجتمع زي ده نعمل في الاصول. وايه الاصول؟ ما الاصول بالنسبه لي مش زي الاصول بالنسبه لك. لا 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 ده منهج، الاصول ازاي؟ واحده. ازاي منهج بيدرس فين؟ انت حر اذا لم تضر مبدئيا، وان مثلا عايشه طب ما انت تضرني لما انا اشوف حاجه انت لابسها مش عاجباني اذياني بصريا، اذياني نفسيا يعني. لا ما هو لازم هيك تلوث بصري، ما هو لو متربيه كويس مش هتلبس لا ده ولا تبقى وسط، برضه تلبس حاجه لايقه عليها، تبقى لابسه محترمه نفسها قبل الناس. طب انت مع المثل اللي بيقول كل اللي يعجبك كل بس اللي يعجب الناس؟ انا مع الاثنين. لا مش مع المثل، مع لا كل يعجبك كل بس اللي يعجبك بصراحه الاثنين. طبعا لا يعني، بس انت هتعرفي تعيشي كده؟ انا عايشه كده اصلا. هنعرف ناخد بالنا من نفسنا؟ ما مثلا يقول لك لا طبعا، وحارس العقار او البواب اللي بيكون موجود وانت راجعه متاخره يقول عليك ايه؟ ولو هي في مجتمع لازم تكون شبه المجتمع يعني. لا مش شرط طبعا، كان ما ينفعش تطلعي عن القاعده يعني، ما ينفعش تبقي انت الغريبه ذا اود وان اوت زي ما بيقولوا، او الغريبه والصينة. هو اصلا ما ينفعش يبقى كل شبه بعض. ليه؟ كلنا مختلفين عشان يحصل تكافؤ اجتماعي. ما فيش حاجه اسمها ممكن يكون مختلفين في الطباع لكن شبه بعض في كل حاجه. لا مش عارفه، انا بحس ان لا كل وايه رايك؟ ما تخافيش مني. لا 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 انا بفكر بقى، لا كل مش هعمل لك حاجه والله، في قصه حقيقيه بقيت طيبه مش هاجي جنبك. لا لا انت جميله وطيبه من زمان. لا والله طيبه. انت مش مقتنعه بجد ان احنا لازم نكون شبه بعض؟ احنا دايسين على مليارات ناس مدفونين، ولا نعرف عن فيها ناس ما نعرفش عنهم حاجه. فلو الناس فضلت عايشه للاخر يعني حياتها عشان ترضي الناس، يبقى انت يبقى خلاص دمرت حد. لا الواحد يبقى ليه الشخصيه بتاعته عشان المجتمع ما يقولش علينا حاجه. المجتمع ده ليه عندك ايه؟ ان انت ما انا عايشه وسطيهم عشان ما الاقيش حد بيتمزمز كده وانا ماشيه، ما الاقيش حد بيضايقني، ما الاقيش حد بيبص لي بصه وحشه. لو انت متصالحه مع نفسك وموافقه على اللي بتعمليه وعامله الاصول ومتزنه، مهما يعملوا يتمزمزوا الحاجات دي مش هتاخدي بالك. ما هو متزنه بالنسبه لمين؟ بالنسبه للمنهج بتاع الحياه، يعني الحياه ليها منهج. فين هو منهج الحياه؟ ايه هو؟ ان الاصول ان الناس تبقى حره بشكل ان ما يبقاش مضر اخرين لا بصريا ولا نفسيا ولا اي حاجه، ويبقى بيعمل شغله يعني باصص قدامه بيعمل اللي هو شايفه صح. وفي نماذج يعني مثلا دكتور طه حسين طبعا استاذ كبير طبعا وكان وزير، ده كان ممكن يبقى مقرئ في زاويه بلدهم، وكان يعني ايامه كمان ايام صعبه، لا تكنولوجيا ولا نار يعني. هدى شعراوي والناس دي كلها فعلا كان لازم يكون في حد كبش فدا زي ما بيقولوا عشان يعلم ونمشي وراه. قدوه مهمه صح، وكان ممكن يبقى مقرئ في زاويه بلدهم، انما وضرير سبع لغات وخد البكاويه ودكتور ومهم، ولغايه دلوقتي عنده كتب مهمه جدا يعني، في ليها فيجن يعني فيها رؤيه.